من جهته محمد قاسي السعيد يبدو أن الأموال الكثيرة التي تلقاها جعلته يقدم على تصريحات قال بلي أنه البطولة في السعودية ليست بالضعف اللي راكم تشوفوا فيه، وهي ليست بعيدة عن البطولة الإنجليزية، تقدر تكون في السنوات القادمة الخامسة في العالم أو السادسة، سادس بطولة في العالم من حيث التنافس ومن حيث المستوى. هل توافقه الرأي؟ لا ما نوافقوش الرأي رضواني. يا هذا نقول الدور السعودي على كل حال ارتفع شيء، ارتفع يعني في القارة هذه الآسيوية من أحسن دوريات في آسيا، ولكن باش تقول لي راح يكون من أحسن خمسة دوريات في العالم لا، من المستحيل. يبقى دوري لاباس به قوي في المنطقة ديالو، نقول لك دوري في العرب ثاني. نعم في العرب عربيا. نعم عربيا دوري لاباس به، وزيد ماذا تكتشف عنده زوج فرق، هذا ما كان ثلاثة الماكسيموم، ولكن باش يكون من أحسن دوري في العالم لا، صعب جدا على رونالدو. هذه ما نوافقش معها هنا يا علي. رونالدو سي توتا في نورمال، يقول الفوتبول في العربي السعودي دراهم مليح و بارمي لي سانك او موند، سي توتا في نورمال. سي دراهو راهو يتوشي دي سوم فارامينوز، غير المخ ما يتقبلهمش، ولهذا راهو يدير لهم شغل ان بيب ولا ان كومبانس بروموسيون بلاك 2030. غدوه لو كان يجي ميسي ولا ما عارف شكون، ولا نيمار ولا اي واحد، ولا مودريتش، ولا يعطيو له ميسي، ولا راح يعطيو له 600 مليون في العام، يقول لهم ممكن يكون تروازيام في العالم. بيان سير، هذه حاجه واضحه هذه. يعني الامر متعلق بالاموال. بيان سير. الناس راهي تشوف حاجه ما يوضحها. ولكن كي تشوف تما البطوله السعوديه شفنا بعض المباريات، تحس بلي كاين تنافس، كاين مستوى، مي ماشي السيزيام في الموضوع، ماشي السادس في العالم. سيزيام في الموضوع. ان شاء الله يكونوا سيزيام في الموضوع. لا بصح المستوى طلع شويه في السعوديه. طلع شويه. ها دي بوين طلع. لاسونسور في امريكا شوسي حتى وين تحبس. سا ديبون دوك انت وين حاب تحطها. انت وينك حطها انت؟ انا نحطها بلي مازال بعيده. طلعت في لازي في النيفو بارابور يا 15 ولا 20 ولا 30 لور، طلع لو نيفو شويه، بصح مازال باش يلحق اوروبا. مازال. امين. انا والله عندي راي مخالف رضوان. معليش اختلاف. انا نقدر نمشي مع رونالدو. قول باللي مستوى في السعوديه، مستوى كاين، مستوى في السعوديه ما قلناش ما كانش، بصح اسكو سيزيام في الموضوع نقدر نكلاسي سانك يا معنايا. بعد شكون؟ بعد انجلترا، اسبانيا، فرنسا، المانيا، بعد يجي السعوديه. من حيث الاموال بالك ممكن، ماشي من حيث المستوى. حيث الاموال ممكن، اموال كاين كثير في العربيه السعوديه، كاين المستوى. باش تقدر تقول لي انت، تقول لي البطوله في العربيه السعوديه احسن من البطوله في البرازيل ولا ما نروحوش اوروبا، ولا البطوله في الارجنتين، هلا ما نوافقك. تشوف بوكا جونيور مع ليفر بليت، ولا تشوف مباريات ما اتحاد، كي تشوف الاتحاد الاهلي ثاني تشوف لي ماتش بين اتحاد ناصر الاتحاد لا دانيال فوا، مباراه يعني مباراه في القمه، مباراه اثنين فقط. حمام في البريم من دوكا جبت لي الارجنتين، قلت لي بوكا جي اسمه بوكا جينو ما عارف المستوى لاعبين يخرجوا بالمئة. شوف لاميريك لاتين ولاميريك دو سود ولافريك ولاوروب سي با باري رضوان، كل نتكلموا على في العالم احنا، هو قال في العالم. نحكي لك انت باسكو جبت لي عطيتني ليكزوم تاع لا، عطيتك مثال لانه هو قال في العالم. انا شفت اتحاد النصر عجبني الماتش، مباراه واحده في الموسم. نو هي شوف دوك رضوان، انت قلت لي عطيتك رايي، انت يا بصح انا احترمت رايك وانت لازم تحترم رايي. لا نحترم رايك، انا ما قلت لك والو علي. هو باسكو رونالدو راه يلعب في هذاك الشامبيونا، والو يزيد يطلع له في قيمته، لانه كيف انا رونالدو بشخصيتي باسمي بتاريخي نقول نلعب في شامبيونا ما كاش منه قاعدتك، ضحكوا عليك الناس. والو هذا يطلع في الاخر يقول لك بلي شامبيونا راهو في المستوى وكذا. تشوف لو ديرني ماتش تاع الشامبيون دونجلتر، لا ديرني ايكيب اللي تلعب على الهبطه، خير ما تشوف ماتش هذه لا بريمير ايكيب تاع السعوديه مع لا دوزيام ايكيب تاع السعوديه. ابرا من جهته محمد قاسي السعيد اجاب بطريقه صادمه لصحفي سويدي اراد ان يستدرجه
لانتقاد دولة قطر وكأس العالم 2022 في قطر.